مرحبا، معكم كارمين شماس. كيف بده يكون اليوم الثلاثاء 2 تموز يوليو؟ نحن صرنا بشهر جديد، حكينا عن الموضوع كله بالابراج الشهريه، حكينا بالابراج الاسبوعيه، هلا رجعنا للابراج اليوميه. كيف بده يكون هذا اليوم؟ علما انه رح احكي ايضا باخر الفيديو عن مولود 30 حزيران يونيو، مولود 1 تموز يوليو، وايضا مولود 2 تموز يوليو. اليوم القمر مرافقنا من برج الثور حتى الساعه 7 مساء توقيت بيروت. الاجواء اليوم بعدها جيده من امبارح الاثنين، القمر موجود برج الثور، لذلك اليوم نهار كثير حلو ومميز للابراج الترابيه. كيف بده يكون نهارنا؟ البدايه مع برج الحمل، نهار طبعا جيد بالنسبه لكم، اخذتوا طاقات بعطله الاسبوع، القمر كان ببرجكم، لذلك هلا انتم متقدمين، اجواء حلوه بتساعدكم، لا يوجد سلبيات. انتبهوا من بعض الانفعالات يلي نوعا ما بتدق بموضوع حساس عندكم، لكن الجو ممتاز، المساء بتتحسن الامور وبتصير سريعه جدا جدا جدا. الاكثر نشاطا هي مواليد العشريه الثالثه. بنروح لبرج الثور، مواليد برج الثور بعتبر هذا اليوم جميل وقوي ومقوي لكم ومدعم لكم، القمر ببرجكم، طاقات مهمه جدا، بدايه لمساله لعمليه لمشروع، يعني عمليه حسابيه لعمليات تجاريه وغيرها، اجواء حلوه، بدايه لصفحه جديده، تقدم وتطور على مد عينكم والنظر. لما اقول عمد عينكم النظر يعني ما في حدود، ما في ليميتس، لذلك الاجواء اكثر من رائعه. لانه تاثير كوكب المريخ ببرجكم بسبب شويه مشاكل، كونوا حذرين 6 7 و 8 ايار مايو، وكل مواليد برج الثور منتظرهم ضوء اخضر، يعني اشاره للانطلاق بشيء جديد وباخبار ساره. بالنسبة لبرج الجوزاء، الأجواء اليوم عندكم فيها تكون شوي حذرة، فيها تكون شوي بطيئة، لكن الجو يتغير بلحظة وصول قمر لبرجكم عند 7 المساء توقيت بيروت. من وقتها، من هلأ لوقتها كونوا حذرين بعد عن المشاكل. الأكثر حظا هي 29 30 أيار مايو، أيضا مواليد 21 22 أيار مايو، والمساء مع وصول قمر لبرج الجوزاء الكل بيكون محظوظ، خاصة مواليد أيار مايو. بالنسبة لبرج السرطان، الجو جيد داعم، الأجواء حلوة، الأجواء مشرقة ومنعشة. لما القمر بيروح لبرج الجوزاء رح تدخلوا بفترة من الركود تستمر حوالي 50 ساعة، تابعوا برجكم الأسبوعي تعرفوا التفاصيل. إذا الأجواء اليوم جيدة وحلوة وقوية ومساعدة، وكوكب السهرة ببرجكم، تأثيراته عن مواليد 9 10 و11 تموز يوليو الأكثر حظا. بنروح لبرج الاسد، كل شيء والقمر موجود ببرج الثور، في عندكم شعور ببعض التعب، ببعض التعب والقلق، لكن هذا الجو سوف يختفي بس لما القمر يروح لبرج الجوزاء. لكن نصيحه، انا بعتبر يوم الثلاثاء يوم متقلب، يوم شوي صعب، يوم متعب، وقد يجركم الى مشاكل اذا انتم ما انتبهتوا، فكونوا حذرين، خاصه 23 و24 تموز يوليو. بنروح لبرج العذراء، مواليد برج العذراء، تأثيرات القمر من برج ترابي من برج الثور هي تأثيرات إيجابية وقوية ومهمة، تساعد مواليد برج العذراء بشكل هائل، مثلثات حلوة من القمر من المريخ ومن أورانيوس تجعل هذا اليوم يوم للانتصار. لما بيروح القمر لبرج الجوزاء حضروا حالكم لبعض التغيير في النفسية أو حتى المعنوية، كلكم محظوظين، مواليد العشرية الثالثة بالتأكيد محظوظة، لكن كونوا حذرين 12 13 سبتمبر مع انه الجو الحلو اليوم رح بساعد 12 و13 سبتمبر. بنكمل مع برج الميزان، مواليد برج الميزان هذا يوم لحشد الطاقات وللتقدم وللعمل بالطريقه اللي انتم بدكم اياها، ولتروحوا بالاتجاه اللي انتم بدكم اياه، من الايام الجيده والحلوه تدريجيا سوف يتطور هذا اليوم الى احلى واحلى والى اقوى واقوى، طبعا لانه القمر رح بيصير ببرج الجوزاء الهوائي، ورح بيصير في مثلث بين القمر وبين بلوتو وبين برجكم. الاكثر حظا كلكم محظوظين بشكل خاص مواليد شهر سبتمبر وتحديدا 24 سبتمبر، اما المشتري فتاثيراته رائعه عند 1 و2 اكتوبر. العقرب،
بالنسبة لمواليد مش العقرب، بعرف انه القمر ازعجكم شوي، بيسبب شوية معاكسة شوية ضغوط، لكن الجو سوف يخف شوي نتفي نتفي. ليه؟ لانه الزهرة موجود، البي سرطان، عندنا ايضا دعم لكم الشمس، عندنا دعم من سحل، عندنا دعم من نبتون، لكن ما معناتها تروحوا تستفزوا انتو الاخرين، فكونوا حذرين لحتى كل نقاشكم وكل شغلكم يطلع ممتاز 100%. الاكثر حظا 9 10 11 نوفمبر من الزهرة، من الشمس الأكثر حظا 1 و2 نوفمبر، زحل 11 نوفمبر، المعاكسات عند مواليد العشرية الثالثة شوي خاصة 18 نوفمبر. نروح لبرج القوس، الجو اليوم جيد لا بأس به، في اهتمامات إدارية يومية روتينية ماشيين فيها، بتساعدوا حالكم بيمشي الحال، عطارد رح بيساعدكم يسهل الأمور، لا يوجد سلبيات، أهم شيء إنه لا يوجد سلبيات، وفي عنا المساء تغيير بالجو لما القمر بيروح لمعاكسة لبرجكم برج الجوزاء، لحسن الحظ في عنا المشتري رح بيساعد، والأكثر حظا رح بيكون 1 و2 ديسمبر، واعتبروا مواليد نوفمبر يمكن بعد الظهر والمساء تكونوا الأكثر توترا. الجدي لازم تنبسطوا وتفرحوا بتأثيرات هالقمر الموجود ببرج الثور مع المريخ ومع أورانيوس، أجواء رائعة وحلوة ومميزة، تلطيف الأجواء، تسويات، مصالحات وحظوظ وفرص مناسبة جدا. بيتغير شوي الجو لما القمر بيروح لبرج الجوزاء، فبدكم تبلشوا تنتبهوا لأنه رح تبلش تكتر عندكم الحركة والنشاطات وشوية متاعب. الأكثر حظا 16 17 كانون الثاني يناير، هيدي من المشتري، عفوا من أورانوس. منروح لبرج الدلو، مواليد برج الدلو، بعرف انه القمر من مربع برجكم الثور، في شوية تعب، في شوية توتر، المريخ احيانا بيزعجكم نتفي، بخليكم تنفعلوا شوي زيادة، فكونوا منتبهين، بتخف الضغوط وبتختفي كليا بلحظة وصول القمر لبرج الجوزاء الهوائي مع المشتري، تمحي هالكواكب كل السلبيات، لذلك بعتبر انه نهاركم بيتحسن المساء او بعد الظهر. 28 29 كانون الثاني يناير اكثر حظا، مع انه جميع مواليد كانون الثاني يناير رح تفرح بالتغييرات الفلكية المساء. منروح لبرج الحوت، مواليد برج الحوت تأثيرات حلوة مساعدة قوية منعشة وبتغير الظرف لصالحكم، القمر وجوده برج الثور بيساعد بأفكار، بيساعد بتقدم، بتغيير بالنفسية، بيعطيكم قدرة على إيجاد الحلول بسرعة، الجو هذا بيتغير لما القمر بيروح لبرج الجوزاء، فبتتعبوا نتفي وبتحاولوا انكم تحولوا الأمور إلى شوية توتر، لكن ما تغرقوا في هذا الفنجان، فنجان القهوة. الأكثر حظا 28 شباط فبراير، 1 و2 أدار مارس، أيضا عندنا 7 و8 و9 أدار مارس كمان من المحظوظين. خلونا نروح لمولود 30 حزيران يونيو، يلي بانتظاره سنة كتير مرتبة، كتير مهمة لأنه بترفع شأنكم إلى الأعلى، القمر رح بيكون معكم كل هيدي السنة في قبة السماء عنكم، هيدي معناتها هيدي السنة بدكم تتوقعوا خلالها تقدم وتطور اجتماعي، مهني أو حتى أيضا عائلي، لكن الأمور رح تاخد مجدة، يعني بتوصل لقمة التطور بصوب حزيران يونيو وتموز يوليو 2025 وقت عيد ميلادكم المقبل. بنكمل هلأ مع مولود 1 ومولود 2 تموز يوليو، يلي بانتظارهم سنة نجاحات على أصعدة مختلفة مهمة خاصة الصعيد الاجتماعي، أي مسائل حابين أن أنتوا تفرحوا فيها تتطوروا فيها وتنجموا فيها هي بهذه السنة، سنة نجاحات، وسوف تتكرر وتستمر وتمتد النجاحات إلى عيد ميلادكم المقبل يلي رح يحملكم تغيير كتير كبير وهائل بحياتكم إلى الأفضل. بدي أتمنى للجميع يوم سعيد، إلى اللقاء، باي باي.